اوكي، اليوم هو تحدي بين اكثر اثنين بنات مجانين بالتيك توك. ايه بالتيك توك اكثر اثنين بنات مجانين، مين هنن؟ يشيم ودعاء المغربيه، طبعا يشيم التركيه. اوكي، هذول البنتين يا جماعه بشكل فظيع عم بيعملوا رياكشنات بوشهم، بيحلوا عيونهم وهيك يا جماعه. فكتير من الناس كتبت لي انه شادي اعمل تحدي بيناتهم. يا جماعه الخير، دعاء كمان اشتهرت على الرياكشنات اللي بتعملها بوشها وهيك، يعني هيك بحركات بوشها بتعمل، ويشيم كذلك الامر. فاليوم يا جماعه الخير، اذا انت من طرف دعاء او من طرف يشيم، هي دعاء على ما اظن اسمها صح؟ اكيد دعاء اسمها. اكتب لي تحت بالكومنتات، ورح اترك اسم يشيم واسم دعاء وتحت، وحط لايك عليه. طبعا مين متشجع حط. طبعا يا جماعة الخير، هاي مو شغلة عنصرية، هي تسلية بس مو اكتر. نشوف مين يربح، نعرف مين دي يربح اخر شيء. فحبايب قلبي، كمان انا بالنهاية رح احكي، مو لانه يشيم صديقتي برجع بحكي وبكرر هالموضوع. فانه يا جماعة الخير، عفكرة يعني دعاء كتير بحبها كمان، انه بحب محتواها، طبعا بحب محتوى يشيم كمان نفس الشيء. فاليوم رح نشوف يا جماعة. والشغلة الحلوة انه اثنيناتهم نفس الغنية حاط، يعني عاملينهم اثنيناتهم، كل اثنين نفس الترند عاملين. فراح نشوف سوا يا جماعة الخير. نبلش فيديو، حطوا لايك واشتركوا بالقناة واكتبوا لي تحت بالكومنتات شو حابين اعمل بهالقناة. وبحبكم، بحبكم كثير، بحبكم بحبكم. حنبلش. سبسكرايب يا غنيم. اوكي يا جماعة، بداية هي دعاء عاملة على ترند احمد ديل. تذكروا هذا الترند؟ مو تذكروا، انا كمان اذا انتم تذكروا. اوكي، شفتولي يا جماعة الحركة هاي؟ لحظة، شفتولي هيك هاي الحركة اخر شيء؟ هاي ترى لك ريان حلوة، ترى والله دعاء حلوة يا جماعة. اوكي، سمبك. طبعا كل واحد هو بطريقته يا جماعة عاملها، عرفتوا؟ عم ترقد على اساس يعني هوني. ايوه، نحب نشد الرد ونقلب المناظر، نقلب وجهي من هنا يما، نحب نعيش الاحياء بالموت، نوفا كيما ولد الزارع بالشيخات بلاد. يا ليلي يا ليلى وسبس مسكين. ما شاء الله. هلا يا جماعه الخير، دعاء كثير حلوه تمام، بس الشغله اللي هي المو حلوه على طول بتحط عدسات زرق على طول على طول على طول بتحطهم، يعني على طول يا جماعه. اوكي، شوفوا شو عم تعملي. ليش تحب تصور هيك؟ يعني تصور هالطرف هيك. اوكي، كل واحد بيحب شكل من طرف من اف، انا بحب هالطرف اكثر شيء يا جماعه، بس هي حسب. شوفوا الجمال يا جماعه، شوفوا لي هذا جماله طبيعي. اوكي، لا دعاء معروف حلوه. صح، صوتها حلي. هاي صوتها كمان. لا انا على فكره عملت رد فعل قبل على هاي، وبعرف صوتها حلو جد يعني. يا جماعة الخير، بدي احكيكم شغلة، أنا ما بفهم بالغناء بالصوت، لا تقولوا إنه شادي بيعمل حاله معنا، بس يا جماعة والله مو مرتاحة بصوتها، نقزوا على بعض يعني، صوتها مو يعني حلو هو، بس إنه مو مرتاحة بالصوتية. أموت على الغنية العراقية. العراق فدوى، اروح لكم لحش من وين ما شوفوا هالغنية يا جماعة تذكرني بسوريا. على فكرة بدي احكي لكم شغلة،
نحن بسوريا كتير كنا نسمع أغاني عراقية كتير، يمكن أكتر كتير 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 كتير، خاصة بالحسكة يا جماعة. كيبلكي برد راسي تعبان اريد شوية راحة شوية تعبان اريد وكلها مصلحتي حتى حبيب. الله جماعة ذكر ذكر والله ذكر. آخ أيام أيام سوريا حلوة كانت أقسم بالله. خير رب سوريا سيطرة. خليك لو شفت بشارع بنت تبص لورا شوف شو تحول عيونها يا حتة سكرة ترى والله يا جماعة. اوكي يا جماعة الخير، حاليا خلصنا مقاطع دعاء تمام، ورح نروح مقاطع يشيم. اوكي جاهزين؟ Are you ready? Are you ready? مظبوط انا قلتها صح. اوكي يشيم شوفوا لي جنانة ايش هي هذا؟ شوية يعني اسود ويك ما فهمت. شوفوا يا جماعة هذا الفيديو مرة انا وياشيم وباريش ويارا عملنا رد فعل لك، انا وانا قلت انه تشبه المنغولية ومزحت وضحكت، فكتير الناس دافعوا عليها انه ليش هيك تعمل، ترى البنت رفيقتي يعني عادي يعني. شوفوا هذا الفيديو يا جماعه. جزائر ليش ما حطت سوريا؟ يا شيم مع انه رفقات يا شيم كلها سوري. الله يسامحك يا شيم. اردن هاي ما حطت سوريا. يلا ماشي بس اشوفها بس اشوفك. ايش حاطه يا بدي اسمه ولا شو؟ شيم تشبه هيك هون الصينيين. لا مو يعملوها هذيك يا الله ما مو حلوة. ايام المصور ايوة. اشتري اللقطة اخشي تعملها يا شي. يا الله يا جماعة بتضحك كثير. كولا اوكي حبايب، طبعا مثل ما شفتوا عملنا رد فعل على دعاء وعايشين واثنيناتهم تقريبا في نفس الاغاني عملوها سوا وهيك امور، فما شاء الله يعني الاثنين حلوين. انا للصراحه انه دعاء كمان بحب محتواها وياشيم كذلك الامر. بس يا جماعه الخير انا بدي احكي الصراحه، انا برايي يا جماعه دعاء كصوتها وياشيم كمحتواها وحركاتها بصراحه يعني، فبحبكم كثير. كان معكم شادي، وانتم لا تنسوا تكتبوا لي بالكومنتات كمان ارائكم افكاركم الحلوه والشيء اللي حابين اصوره على القناه. بحبكم كثير، كان معكم شادي، بشوفكم جديد. سلام.